انتشرت في الآونة الأخيرة عدة مقاطع فيديو لحيوانات تسير بشكل دائري باتجاه حركة عقارب الساعة، واستمر في بعض الأحيان لعدة أيام. فيا ترى، هل هذه الظاهرة طبيعية أم أنها علامة على حدوث شيء ما؟ بعض الناس ربطها بيوم القيامة، ونحن موقنون بأن الساعة أصبحت قريبة جدا، فأغلب العلامات الصغرى قد ظهرت، ونحن على أبواب العلامات الكبرى، والساعة تأتي بغتة كما أكد القرآن العظيم. فما تفسير هذه الظاهرة؟ فيديوهات لأغنام تسير بشكل دائري شرق الصين، وأيضا في الكرك في الأردن، وفيديوهات أيضا لطيور وأسماك ونمل يسيرون بشكل دائري باتجاه حركة عقارب الساعة. العلماء إلى هذه اللحظة عاجزون عن تفسير هذه الظاهرة. والحقيقة يا إخوة أنه لا يوجد شيء عبث في هذا الكون، هذه الحيوانات إذا غيرت من سلوكها فوالله أعلم لا بد أن يكون هناك حدث غريب وخطير. هذه الحيوانات إذا صدر منها سلوك غريب فلا بد أن يكون هناك حدث غريب وخطير. فالحيوانات كما نعلم تسمع ما لا نسمعه، فهي تسمع الترددات المنخفضة جدا التي لا نسمعها. فالفيلة مثلا تسمع الترددات المنخفضة التي تصدرها الأرض قبل الزلزال بساعات، فتراها تهيج وتضطرب وتركض، وهذا الأمر يعني يعرفه العلماء. عام 2008 في إحدى مدن الصين لاحظوا أن الضفادع تقفز من البحيرة إلى الشوارع، وفي مدينة ووهان لاحظوا أن الحمر الوحشية بدأت بالاضطراب وبضرب رؤوسها بالأبواب، وطيور الطاووس أيضا بدأت بالصياح، وهكذا سلوك غريب. بعدها وقع زلزال مدمر بعدها بأيام، سبحان الله. وعملوا يعني دراسات أيضا في إيطاليا في ألمانيا، لاحظوا أن الحيوانات يعني تتنبأ بالزلزال قبل وقوعه، تسمع ترددات نحن لا نسمعها. في السنة الشريفة أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن البهائم تسمع أصوات المعذبين في القبور. مر عليه الصلاة والسلام بقبور المشركين فقال إنهم يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم، إذن يسمعون ما لا نسمع.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم صوت الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، ترى الملائكة. وإذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. وفي حديث آخر: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر في الليل فاستعيذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. إذن يسمعون، يسمعون أمورا لا نسمعها نحن. فهذه الظاهرة لا ينبغي أن تمر هكذا، فأغلبنا اليوم في غفلة. هؤلاء أي أمر يحدث في هذا الكون يقولون عنه طبيعي طبيعي، ويبدأون بالتحليلات وإلى ما هنالك. كسوف خسوف أمر طبيعي، زلزال أمر طبيعي. أما المؤمن يفهم الرسالة من الله عز وجل، لعلها تكون رسالة، نحن لا نجزم، أنا الآن لا أجزم، أقول ربما، لأن المؤمن ينظر من هذا المنظور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. هم يقولون طبيعي، الزلازل الزلازل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة كثرة الزلازل، أن تكثر الزلازل، وترون كثرة الزلازل في الآونة الأخيرة، زلازل بالعشرات. هذه كلها رسائل عباد الله، رسائل حتى يستيقظ العباد، حتى يتنبه العباد، وخاصة ونحن في هذا الزمان المخيف المرعب الذي ازداد فيه الخبث والفجور والطغيان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. خسف يعني الأرض تنشق وتبتلع الناس، ممكن خسف، ممكن زلزال، وهكذا بالزلازل والبراكين. ومسخ، أناس يمسخهم الله قردة وخنازير، قيل أنهم يمسخون على صورهم، وقيل أنهم يمسخون في أخلاقهم، يعني أفعالهم تصبح تشابه من؟ القردة والخنازير. وهذا ملاحظ، خسف ومسخ وقذف. قذف يعني حجارة من السماء، نيازك، شوب، الله أعلم. قيل: متى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات وشربت الخمور. بربكم أليس هذا زمانها؟ المعازف، معازف في كل مكان، في كل مكان، الناس باتوا مدمنين عليها، والقينات المغنيات. اليوم دول عربية تستقبل العاهرات والمغنيات والشواذ، وأبناء المسلمين يطبلون يزمرون لهم. نحن في زمان مرعب، وهذه الإشارات لا ينبغي أن يعني تذهب هكذا. المؤمن الموفق الكيس الفطن اللبيب يفهم مثل هذه الإشارات. طب إيش المطلوب؟ المطلوب هو أن نرجع إلى الله، ما نستنى والله حتى ليك الناس هيك والناس هيك، كل واحد يرجع من نفسه. سل الله الثبات، حافظ على صلاتك، هذا رأس مالك، أعظم ما تقدم به على الله والصلاة. ودائما كنت دائما بقولكم: كل شيء حطه بكفه والصلاة بكفه، حافظوا على الصلاة، صلاة الجماعة في المساجد، وسلوا الله الثبات وحسن الخاتمة عباد الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يجعلنا من الغافلين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض
ويوم العرض عليك يا رب العالمين.